أعلنت الشرطة البريطانية ارتفاع عدد ضحايا حريق لندن الذي وقع فجر أمس إلى 17 قتيلا، كما قالت أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع. وأكد قائد شرطة لندن ستيوارت كاندي عدم وجود ما يشير إلى أن حريق البرج السكني له صلة بالإرهاب، وأوضح كذلك أن هناك 37 شخصا يتلقون العلاج، منهم 17 شخصا ما زالوا في العناية المركزة. وكانت هيئة الأطفاء في لندن قد أكدت في وقت سابق اليوم أنها لا تتوقع أن تعثر على أي شخص آخر على قيد الحياة في عقاب الحريق المدمر الذي اجتاح مبنى سكنيا شاهقا غربي المدينة. وقالت السلطات البريطانية أنها أخمدت آخر الجيوب التي تشتعل بها النيران، وأنها تحاول تأمين أطراف المبنى لتوسيع نطاق البحث. ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق، لكن مجموعة من المقيمين في المبنى اشتكوا لسنوات من احتمال تعرضه لخطر نشوب حريق. للمزيد ينضم إلينا من أمام المبنى الذي التهمته النيران غربي لندن مراسلنا يوسف الحلو. يوسف، يبدو أنه قد تمت السيطرة بالكامل على الحريق، لكن هل حصيلة الضحايا مرشحة أو لا تزال مرشحة للارتفاع؟ وأيضا هل توصلت التحقيقات لأي جديد بشأن هذا الحريق؟ نعم، بالفعل جمال، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 17 شخصا فقدوا أرواحهم في هذا الحريق، بالإضافة إلى 37 آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات. جمال، في الخلفية إذا تلاحظ لا تزال بعض أعمدة الدخان تتصاعد من البرج السكني، ونستطيع أن نستنشق الدخان الذي يغطي المنطقة. أيضا هذا الصباح جمال وصلت إلى هذا المكان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي للإطلاع على حجم الدمار وتفقد المشردين. أيضا لمسنا أن المنطقة مغلقة بالكامل، الشرطة متواجدة للحيلولة دون وصول الناس لذلك البرج، حيث أن هناك بعض المعلومات تشير أن البرج ممكن أن يقع نتيجة الاحتراق الذي تعرض له. لمسنا أيضا هناك حالة من التعاضد والتعاون بين سكان هذا البرج والمنطقة، هناك متضامنين أتوا من مناطق مختلفة من أنحاء المملكة المتحدة، هناك المراكز المجتمعية فتحت أبوابها، المساجد، هناك الكثير من حركة التضامن. بالفعل يعني لا تزال هناك تخوفات لأن ترتفع حصيلة الضحايا. أيضا هناك معلومة جديدة جمال، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن قد يكون السبب هو انفجار آلة كهربائية، غسالة انفجرت في الطابق الثاني ليلة الحريق. وأيضا الذي ساعد على انتشار رقعة النيران هو مادة الكلادينج، هي عبارة عن طبقة من الألمنيوم تغطي. هل هذه المعلومة صادرة عن الشرطة يوسف؟ هل هذه المعلومة صادرة عن الأجهزة الأمنية؟ نعم، يعني هذه المعلومة صدرت عن قوات الدفاع المدني التي تقول أن هذا السبب قد يكون الذي سارع أو أدى إلى اتساع رقعة النيران. هناك يعني تنبؤات حول السبب الرئيسي، لكن هذه المعلومة يعني ثابتة أن مادة الكلادينج هي التي ساعدت على انتشار النيران. شكرا جزيلا لك يوسف الحلو، مراسل التلفزيون العربي، حدثتنا من لندن.